الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، جيد، إلى التأسيسات التي تكلمنا عنها في الحموية، وهذه يعني يعتبر تركيب على ما قلنا في الكلام على نظر الصحابة الكرام ونظر التابعين إلى 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 آيات الصفات وحديث الصفات. تكلمنا عن الطوائف الثلاثة، رأس الحرب هؤلاء رأس الشيطان، الطوائف الثلاثة الذين هم من الفرق الضالة النارية، التخيل الفلاسفة، التأويل، والله هذا التزييف التحريف، وهؤلاء الأشاعرة وبعض المعتزلة كما بينا، والتجهيل، وهؤلاء أسوأ الطوائف على الإطلاق، وهم الذين يقولون لا نعلم عنها إلا حروفا انضم بعضها إلى بعض، وبينا الرد عليهم أثرا، وهذا الأهم جدا عندي، وعقلا أيضا بينا زيف ذلك عندهم. أما أهل السنة والجماعة بينا قول الأوزاعي ومالك والشافعي وفحول علمائنا الذين يستقبلون صفات الله جل وعلا على النهج السلفي العقدي الذي تأسس وترسخ بتأسيس النبي له وتطبيق الصحابة الكرام، ثم نتاج ذلك وثمرته كانت ظاهرة باهرة في التابعين. ولذلك تشوف، انظر هنا الآن من أحد الأئمة بعدما تكلم على باقة العلماء الذين هم جلة العلماء، قال وروى الأسرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز الماجشون وأبو عبد الله التيمي، وهو من أهمة أهل المدينة. الماجشون كان أحد فقهاء أهل المدينة وكان أحد المبرزين فيهم. يقال أن ابن الماجشون أيضا كان يرى بأن الموسيقى ليست فيها شيء، كان لا يجلس ولا يعقد مجلس الفقه إلا أن يسمع تقطوقة الذهبي لما ترجم له بذلك. قد نودي في المدينة لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن الماجشون، وقد يعني لما قال في الكلام على مسألة صفات السلب أهل التحويل أو أهل التزييف التحريف سموه تأويلا زعما، قال هذا كلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى. وطبعا كما قلنا الإشكال في كل الأشاعرة يعني قد أضعفوا الأمة الإسلامية إضعافا عظيما جدا. لما؟ لأنهم انبروا على أنهم يردون على المعتزلة، فقووا شوكة المعتزلة تقوية أعظم مما تكون، لأنه كل ما كانوا يأتون بدليل المعتزلة يردونه عليهم في هذا الباب، وهو كل مبتدع ضال يكون في هذا الباب. وأنا قلت لكم قبل ذلك الرازي والرازي يعني يأتي يتقوى جدا في النقل المعتزلة، وعندما يرد ضعف وخوار ليس بعده ضعف، فيجلي للناس صفات هؤلاء، فما ترى إلا أنهم يعني يتأثرون بهم. أين أنت يا حاتم؟ ماذا أفعل بك؟ أضرب كل ليبيا من أجلك؟ أين أنت يا حاتم؟ هداك الله وغفر لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوزتني رؤياك وسماع صوتك، والله إما أن تكون قد تزوجت فرفعت عليك السكين، وهذا عادتك بأن المطبخ لا تستطيع أن يعني تحيد عنه، فتجرأت من كلامي فتزوجت، فكانت شهادة من يعني من نصيبك. اتق الله لا تقاعس، وكيف صالح، رضي الله عنك يا حاتم. عامة ابن الماجشون وهو من فقهاء المدينة كما قلنا كفى أن ولي أمرهم في المدينة يقول لا يفتى في المدينة إلا من مالك أو ابن الماجشون، هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قارين للإمام مالك كما تعلمون، وبينهم مصارع الحداد كما يقولون، وما بينهم يطوى ولا يروى. وهو الذي سئل عن فيما جحدت به الجهمية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في دار إتعارض العقل والنقل على ما رواه أبو بكر
الأسرم قال حدثنا عبد الله بن صالح بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم أنه قال، وهذا أيضا رواه الألكائي في أصول السنة. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية، هلكت تتايعت يعني هي تتابعت وردت، وهي تتايعت يعني هلكت، تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم ترد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. منظرون يقول الصفات التي هي ثابتة لله جل وعلا لا يقال فيها كيف، وهذا طبعا تحتاج إلى نظر في التفصيل في هذه المسألة. قال إنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول سبحانه جل وعلا ولم يزل وليس له مثل، طبعا كل هذا على صفات الذات، صفات الاختيار أيضا، صفات الاختيارية أيضا تنزل هذه المنزلة، لكن من أي وجه صفات الاختيارية تنزل هذه المنزلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا قال وما أتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا ويلعبون، يعني من وين أتوا بهذا، من وين نأتي بأن الصفات الاختيارية أيضا تنزل هذه المنزلة من صفات الذات. نعم السؤال غير واضح ولا إيش؟ أنا الإجابة أصحاب المكسر المفروض أنتم أسرع الناس إجابة، المفروض كمان مشيها، لا لأنها قديمة من واحد في الأفراد، هذا صحيح، لأنها كذاتية قديمة من واحد في الأفراد. سأجيب عن أسئلة بعد الدرس إن شاء الله، رقائق القلوب انتظري. وجاك أنت ترى في قولي لا بد أن تقول أنه شوف إيش قال، قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم إيش ثم كان، وهذا يتمشى مع قول من، هذا يتمشى إنكارا مع قول من، لا لو ما أدبتوش سأستأذن، هذا في قوله وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، قلت هذا القول يتمشى مع قول فرقة ضالة من الفرق الضالة المبتدعة، ويكون ردا عليهم في هذا الباب على أساس أنهم أخطأوا في هذا الباب. لو ما في إجابة سأستأذن الآن، خطأ ليس المعتزل، خطأ. المرجئة خطأ آخر، ما الذي يحدث؟ قد يكون المرجية، لكن المرجية ده صفة عامة طويلة. المرجية ما قلنا هذا باب واسع، ثوب واسع جدا، ليس الواقفة. طيب كده الدرس قد انتهى، انا اعطيكم مهلة في دقيقتين، ان لم تأتي الاجابة سأستأذن ويكون هذا الدرس حتى كان شرح وأنتم خلاص اذهبوا بقى. قال ابن المجزون عندما قال وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. نعم، وهذا أيضا نظر عجيب جدا، كأنه قال وكل حادث يصل المرء لكيفيته. طب ما أعطيتنا السؤال وبعدين هذا أمر لي، سمعت وأطعت، أعد السؤال أحسن لك، أعد السؤال ولا تستأذن، أحسن لك، أنا بقول لك هو. حاضر. لا أين سلفي، معكم ولا غير ولا مش معكم، ما موجود ولا غير موجود، فات من المهلة دقيقة. لو لقنتم، لو أردتم التلقين لقناكم. أعرف عبدالله، أنا أمزح
ما هو السؤال؟ السؤال أنه أن ابن المجيشون قال: وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس لهم مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، أو لا يعلم كيف هو إلا هو. قلت: هذا رد قاطع على فرقة ضالة من الفرق الضالة. فات دقيقة ونصف. عامة أنا من أجل سواد عيونكم أقبل الإحالة، لكن ما في والله يعني ماذا أفعل معكم؟ أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ حتى الإحالة مش عايزين يحيلوا؟ ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ والإجابة عندهم لكنهم لا يتدبرون. الإجابة عندهم لكنهم لا يتدبرون. لا ليسوا، ما هو الأشعارة دي مطاطة. الكلابية أنا أعطيتكم هذا وخلاص. بعد إيش بقى؟ عشان أنا حتى ناديت عليك. قال هو يقول: إنما يقال كيف لمن لم يكن، يعني يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف، لا يعلم أو لا يعلم كيف هو إلا هو. قلت: هذا رد قاطع على فرقة ضالة من فرق الضلالة. ما 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 من هذه الفرقة؟ هذا سؤالي. وأيضا فيها شوف كلام ابن المجيشون، كيف ابن المجيشون فيه دقة النظر، كأنه قال والذي كان لم يكن ثم كان حادثا، وكل حادث تعرف كيفيته. وهذه دقة نظر أنه يقول، وهذا رد قاطع على الأشعار، والرد بقى على فرقة فرع من هذه الفرقة. أنا أجبت كمان، وكمان لما أجبت ما انتبهتوش لإجابتي. أنا أجبتها، قلت: هذه مطاطة، ثوب واسع، أريد الثوب الضيق. وأجبتها وربي أجبتها، يعني حتى بعد إجابتي لها لم تنتبهوا. حيا هلا وأهلا وسهلا، حياكم الله بياكم وأكرمكم على 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 قول أهل الشام، يعني هم قرة العيون. طبعا الكلابية أنا قلت بذلك وأجبت، أنا قلت الكلابية الرد عليهم في هذا. والكلابية هم الذين يقولون بأن الله يتكلم ولكن اكتسب الصفة ولم يكن متصفا بها. يعني حتى ما أجبت ما انتبهتم. وهنا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على دقة نظر ابن المجيشون، بأنه يبين أن الحادث يوصل إلى كيفيته. وهذه دلالة واضحة جدا على أن صفات الله لا يمكن الوصول إلى كيفيتها لأنها ليست حادثة. يعني سمعتم الإجابة هذا ريت. طيب، وكيف يعرف قدر من لم ما قال من لم يبدي ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته. كما قلنا جعل الممكن في هذا الباب للحوادث لا لغير الحوادث. فعجز عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تجد ترى صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به وأحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقه وسيد السادات سبحانه جل في علاه، وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فسبحان ربي العظيم. وقد أمر الله نبيه إيش؟ بأن يقول: وما أنا من المتكلفين. أمره أن يقول: وما أنا من المتكلفين. فأما الذين جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران،
فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب. طبعا وصف الله بالصمت هذا إخبار وليس وصفا، والله ما وصف إلا بالسكوت، والسكوت أيضا خبر، خبر عن أفعال الله جل وعلا. ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة، كل هذا الرد على التعطيل، وهذا الرد على التعطيل لا تحسبن أن هذا الرد يكون ردا على الجهمية، هذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن قلنا ضمنا أن الأشاعرة من المعطلة وتعلمون ذلك. فقال وهو هذا الذي يدهشني على من 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 ما ما هو جاهل الباب، أنا سأجن، لكن سبحان الله فضله يؤتي ما يشاء. عندما ينافح على مسألة أن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، وهذا والله ركن الدين الأعظم خفي عند الأشاعرة، يغفر الله لي. هو عامة الحمد لله ما خلاص يعني هم نشروا في النت جدا، قالوا أسوأ أعداء الأشاعرة أربعة، ولله الحمد والمنة قد تشرفت بأن قزم مثلي جلس بجانب الجباز، فقالوا ابن باز بن عثيمين الألباني محمد حسن بن غفار، قالوا هؤلاء أعدى أعداء الأشاعرة، لأن الأصل أننا أرى الأشاعرة أضل على الأمة من الجهمية والمعتزلة. من وافق يقول لي لما وافق، ومن خالف يقول لي لما خالف، يعني توافقون أم تخالفون فتناقشون ويظهر الحق. عندي الأشاعرة أضل وأضر على الأمة من المعتزلة والجهمية. حفظكم ربي، هذا حق والله. فعلوا ذلك في النت، أكثر من أخ أتاني بمنشور فعلوا ذلك، وقالوا هؤلاء هم أعدى أعداءنا في هذا الباب، كثير ممن يتهاون مع الأشاعرة، وقالوا الأربعة هؤلاء هم أسوأ من عدا الأشاعرة، هم هؤلاء الأربعة. طبعا الرافض الآن يريدون نشر سم في السماء يصل لي وحدي، لا سيما أنهم أصلا الآن في فيديوهات يأتوا بها صدعتهم صراحة إظهار زيف في دينهم الأخرم الذين يعني يلبسون به على كثير من الأغمار في الأمة. نوافق ممتاز، واحتمل الحق واحتمل الباطل. طبعا لابد أن تبين السلفي أمر آخر، لأنهم يغرون الأمة على أنهم من أهل السنة، وانتشر النووي وابن حجر، انتشر بين علماء فحول جبال أن هؤلاء من متكلمي أهل السنة الذين يتصدون إلى أهل البدعة، وهم في حقيقة أمرهم بدعتهم أشد من بدعة المعتزلة، ليست خفية ظاهرة، وأما بدعة هؤلاء الذين يدعون الفهم الدقيق أسوأ من بدعة المعتزلة والمعطلة. ممتازة، هم خلطوا ألبسوا، نعم هو هذا، هذه أم المصائب الذي نحن فيه في هذا الباب. هذا الحق وربي هذا الحق. فسبحان ربي العظيم، يعني فتراه هنا هو لا يرد على الأشعار كما يرد على المعطلة المعتزلة الجهمية والمعتزلة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة، وهم تعالى فيما أثبتوا من الصفات، أثبتوا الكلام وروحوا تعالى معهم في الكلام الذي أثبتوه، وصفوا الله بالنقص عندما أثبتوا له الكلام. أعوذ بالله، أنت عندما تثبت له الكلام فتثبت له الكمال، وبالعقل يعد ذلك. هم عندما أثبتوا الكلام لله جل وعلا أثبتوا له النقص، لذلك قالوا القرآن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، هو عبارة عبارة عن كلام الله جل وعلا. إذن لم يجعلوا له قيمة، لا لأمر ولا لنهي ولا لخبر ولا لإنشاء، مصيبة. وطبعا وصف الله بنفسه أنه لا يعبر عما، أعوذ بالله من قضاء الله، أعوذ بالله من... أو شوف والرؤية، هم يقولون الرؤية يثبتون الرؤية، وبعدين لغير جهة، وفي شيء اسمه رؤية من غير جهة؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ كان يقول رأيته، وماذا رأيت؟ رأيت ظلاما. هو الظلام فيه رؤية؟ ما فيهوش رؤية. وده الفارق بين أنه يقول رأيت نورا، وإن كان النور أيضا ليس رؤية هو الآن، لكن يرى نورا. فهؤلاء يقولون هذا، يقولون بأن الرؤية بعد إثبات الرؤية يقولون لا إلى جهة. ففي حقيقة أمرهم أنهم ينكرون الرؤية،
لكنهم يتحايلون. وفي حقيقة أمرهم أيضا أنهم ينكرون الكلام، ولذلك أعدل منهم المعتزلة. طبعا أنا هسألكم، هتتعبوني، هسألكم ما اللفتة في عدالة المعتزلة الذين يقولون بالقرآن مخلوق، في وين فينا أنهم أعدل من الأشعار الذين يقولون لا هو كلام الله؟ وش الذي الذي يكون عدلا فيهم؟ طبعا هم نفات، هم أم النفات، لكن بتحايل. إلى جهة العلو وعبودية الله. وش هنا العدل؟ عدل 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 بين النفات وبين يا جماعة خير، احنا حتى الحموية المفروض انتم خلاص تدربتم على الرد عليهم في هذا الباب. عبدية الله لان المعتزلة لم يثبتوا لا عجز وان نقول الكلام اشعر عياذ بالله سمته. طيب جيد، المعتزلة صرحوا ذلك ان اشعر قالوا كلام الله. يا جماعة هم يقولون انه اشعر قالوا معنى قائم بالنفس. المعتزلة تنزيل خلوق فعطلوا مشاعر المعتزلة. كل الاجابات خطأ، كل الاجابات خطأ. سأجن منكم. المسألة مسألة عقلية انظروا فيها أنتم، والله العظيم أنتم فوارس الميدان، أقسم برب هذا المجلس ورب العزة، يعني ما رأيت من يدانيكم علما وتأصيلا وتأسيسا وعلما. الكلام طيب، أنا سأقول عشان بس ننتهي. المعتزلة أثبتوا له كمالا في الخلق، فأثبتوا له فعلا وأثبتوا الفعل كمال، فأثبتوا له كمالا في الخلق. أما هؤلاء أثبتوا نقصا، استغفر الله بالعيد، لما يقولون القرآن مخلوق فأثبتوا له خلقا، فلما أثبتوا الخلق أثبتوا كمالا، مع أن النقص في وجه آخر وهو أنهم ينكرون أنه يستطيع الكلام. فهمتم الوجهة؟ أقطع، مش هقطع ولا حاجة، أنا هقوم أتمشى عشان ما موتش. الله أكبر، من أنت يا مهجة القلب، أنت من أنت؟ ما أدري أنتم تستعيرون أسماء، من أنت؟ ممتاز، هذه إجابة رائعة. قلتم هذا عودية الله، طب أنا ماشي، ائتوني بقى بقولكم، لأن أنا ما رأيت هذا مكتوبا، ما رأيته. وأيضا محمد صابر قال أنا أجبت، قالوا أنه مخلوق، هو هذا لمح، أن تلمح هذا من طلبة العلم. يظهر أنا أستأذن الآن، تلمح هذا، لأنه شوف المعتزلة وصف الله بالكمال في الخلق، من ناحية الخلق لما قالوا خلق أهو الآن وصفوه بكمال، يخلق هذا كمال. والنفوس الذكية قالت ذلك، والله ولا واحد من الذين قالوا قلنا قال بذلك، لأنه عندما تكلموا بكلام عام يلزمه الذي قلته ولازم القول ليس بقول حتى يثبت صاحبه أنه يلتزم به. فقال لا يرى أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظراته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحان ربي، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إلى أن ينظرون، يعني نظرة الوجه ما اكتسبوها إلا بالنظر، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال النبي هل تضارون في رؤية الشمس إلى سدونا سحاب؟ شوفوا هنا القياس، هنا طبعا هذا القياس قياس إيش؟ قياس الرؤية على الرؤية. نعم. قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القوم ليلة البدر إلى سدونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه أو ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. هذا هنا ننظر كيف النظر إلى صفات الخبرية، كيف الصحابة يعني يؤمنون بها. لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه سبحانه جل شأنه، فتقول قد وينزوي بعضها إلى بعض. وقال ثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهذا الحديث لقد عجب، حديث لقد عجب، وقيل لقد عجب أو ضحك،
وهذه دلالة. طيب هنا بقى لما يأتينا لقد عجب لقد ضحك، طب هذه صفة وهذه صفة، ما العلاقة بينهما؟ يلا هذا سؤال جاءكم حتى نتدرب معا بقى على دقة النظر في هذا، لأنكم حقا بلغتم هذه المنزلة. قال لقد ضحك أو عجب ربك من صنيعك بضيفك البارح. الآن لما يقول أو هنا الآن هذا اقترانه الآن، فما العلاقة بين الضحك والعجب؟ أنهما صفتان متغيرتان ولا الصفات واحدة هي واحدة؟ اشتراكهما لا فض فوق يا دياد، نعم ممتاز لا فض فوق، اشترك في مادة العجب ومادة الضحك واحدة، اشترك في الخروج عن النظائر. ولذلك ترى ضحك الله من رجل على سفر يعرسون في السفر، طبعا يعرسون من شدة التعب ينامون صحيح، فقام هو خاليا بربه يدعو ويبتهل ويتضرع وضحك الله لعبد من هذا. الله عز وجل خروج عن ممتاز الحمد لله، اتفاق تام في هذا الباب. هذه الإجابة المهمة جدا، وهذه تحتاج إلى من تدرب وتمرس على مسائل الصفات يكون قويا في هذا الباب عقلا ونقلا، فلا يقف أمامه أحد في هذا الباب، ولله الحمد والمنة. كل مجلس بإذن الله يكون كذلك بإذن الله. هذا الصحيح، نعم الخروج عن النظائر هو المادة الأصيلة لمسألة العجب ومسألة الضحك. ولذلك شوف قرنهما حديث البخاري، حديث أبو هريرة قال لقد عجب أو ضحك، وذلك أيضا في الحديث ضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، عجب ربكم وأيضا عجب ربكم من صنيعكم وضحك ربكم من صنيعكم، لذلك تراهما قد اقترنا. وقال فيما بلغنا أن الله لا يضحك من أزلكم أو من أزلكم، يعني ايش الضيق والقنوط اللي هو وصل او شوفه الان، كما قلنا يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، فقال من اذلكم يعني من قنوطكم من الضيق الشديد الذي انتم فيه. فهو يضحك من شدة بأسكم وقنوطكم، ليش؟ مع قرب غيره. وهذا ايضا ترى لطف الله هنا انه اخفى الاشياء في اضدادها. نعم هنا أيضا دور المكنون يقول بخروج عن النظائر، جيد جدا في هذا الباب. صراحة أنا متعة العقيدة ليست بعدها متعة، مع أنني أتغزل جدا في مسائل الفقه، لكن متعة العقيدة أمر آخر، يطير الإنسان في السماء عندما تتكامل العقيدة في قلبه فيصبح قويا كالجبال أو فوق الجبال، وإن أراد أن يحرك الجبال حركها كلما ازداد يقينه على في ربه سبحانه وجل في علاه. عفوا، فقال إن الله لا يضحك من أذلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك، قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خير، قال لا نعدم من رب يضحك خير. حديث عن أبي رزين طبعا إنه قال ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره، قال قلت يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قلت لن نعدم من رب يضحك خير. الله أكبر، وترى ذلك هو اسم الأثر، جاء الدليل. انظر هنا، وهذا ترتيب اعتقاد السلف، يأتي الدليل فيعتقد بعد الدليل، يعني اعتقاد بعد استدلال ثم الثمرة هو اعتقاد، وهذا الذي يجعل ليتكم تقولون ذلك وإلا أقسم أنني سأقول الدرس انتهى في هذا الباب. هذه من أبدع ما يكون في هذا الباب، وهو أنا أغلقت الكتاب صراحة، وهو في هذا الحديث عندما قال أهو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. فقال إذا لن نعدم رب يضحك، بل سأل عن سبب ضحك الله جل في علاه. هذا كما قلت هنا ترتيب عقيدة السلف، هنا ترتيب العقيدة السلفية بحق تتجلى في هذا الحديث. كيف ذلك يا شطار؟ هو التعضيد بالنظر هبة، لا ليس مقصودا هنا الاعتقاد عقد القلب عليه، لا يكون إلا بيش إلا بعد أثر. فهذا هو ترتيب اعتقاد السلف، رتبوه لي بقى الآن حتى لا أستأذن، رتبوه لي الآن وإلا فأنا أغلقت الكتاب حق. الاستدلال استدل ثم اعتقد، هذا الترتيب الصحيح، أنا أردت الثالثة ممتازة الجماعة بها هنا الآن، جاء استدل ثم اعتقد، استدل نعيم أيضا بنفس الأمر، هيبة نفس الأمر، إن شاء الله تأصيل صحيح، وأم عبد الله نفس الأمر، إجابات صحيحة جدا، لكن بقي الثالثة التي أريدها. سأل ما اعتقد عن جهل ثم أما علم اعتقد ثم عمل لازم الاعتقاد عودة الله
أن ثم اعتقصوا بحث عن أسباب اليرض هو حقا عودية الله أتت بالإجابة. وسلف أيضا قارب إجابة عودية الله هذا صحيح علاقة ليس له مجال في إثبات. ماشي ماشي هو الحق في هذا الباب كما قلتم جميعا، هو أولا استدل ثم اعتقد، فلما اعتقد بعد ذلك أتى أثبت الصفة ولازم الصفة، أثبت الصفة فاعتقد الصفة مع لازمها، وهذا الذي حدا به أن يأتي بالأسباب الجالبة لهذه الصفة. لما قال له أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال إذا لن نعدم ربنا، أو لازم الصفة هو الآن بقى، أو لازم الصفة هو الآن، فأثبت استدل فاعتقد فثبت الصفة، ثبت الاعتقاد بالصفة واعتقد لازم الصفة، فأخذ بالأسباب الجالبة للصفة، تحركه. وهذه دلالة على أن التحرك هنا بعد إثبات الصفة ولازمها، وهذا بون شاسع فرق واسع بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة الضلالة من الأشاعرة الذين يثبتون لازم الصفة لا أصل الصفة. فجاء الدليل استدلال فاعتقاد ثم اعتقاد الصفة ولازمها ثم الاعتقاد بالصفة ولازمها ولازمة حدا بالمرء أن يتحرك إلى الأسباب الجالبة لهذه الصفة. وهذا كله تريده من قول أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، إذن أعتقد الآن جاء الأثر، نعم إذن أعتقد، وبعد اعتقاد اعتقد بلازم الصفة، لأنه الذي إذا ضحك الله لك أثابك رقاك أنجاك. ولذلك ترى أن الله تعالى يعني يقبل على المؤمن يتبشبش له يوم القيامة، إذن يدخله الجنة. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك، وفي رواية قال وما الذي يضحك الرب، فبحث عن الأسباب بعدما اطمأن قلبه لإثبات الصفة ولازمها. وهذا التفريق بين سعادة أهل السنة والجماعة وبين عبث أهل البدعة والضلالة الذين يبحثون عن اللازم دون الأصل. وهذه دلالة على ضعف العلم الذي عندهم، يقولونهم أتقن وأسلم وأعلم، كلام فارغ، لأنهم بحثوا يبحثون عن الفرع دون الأصل. طب وكيف تثبت الفرع وأنت لم تثبت الأصل أصالة أيها الجاهل؟ فانظر هنا أهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل مع أثبات إيش؟ مع أثبات اللازم، مع أثبات الفرع. وذا قال في أشباه لهذا مما لم نحصه يعني كثير جدا، وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا، أتى بكل صفات على نفس هذا الباب، أتى بكل صفات على هذا الباب. نعم نعم، لكن أنت أتيتم مش فهلوة حبا في هذا بس فقط، يعني حبا في الدليل، عرفتم الأصل لكن تكملة السؤال غير موجودة أو تكملة الإجابة غير موجودة، لكن جيدة. ثم انتقل بعد ذلك الكلام على كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. متعكم الله بهذه النعمة التي نتمتع بها ولا يدانيها نعمة. جانا دكتور عبد الهادي، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية، زادكم الله تواضعا جميعا. والله ليس ولها وزنها فقط، بل تعبئة الإنسان إلى فهم دقيق كلام السلف ليثبت لك أن السلف أعلم وأحكم وأسلم وأتقن وأقرب إلى الله جل في علاه. الآن ما في، الآن أنا أنام وأنا جالس أجلس بعض الشيء تأتيني غفوة وأستيقظ مفزوعا لأكمل ما علي، يعني ففهمي هذا مركزين ماشي. إذا لم يكن للجاهل مكان هنا فلما جلوسنا؟ الله استغفر الله استغفر الله، أنتم أهل يعني قلت أنتم لآل منصورة، بوركت أبا الوليد أنت تاج الرأسي، أبر الله بك أحسن الله لك. ما زلت أنا سألت سؤالا على مهدى وما أجابني، رجل أنت أمرأة، لأن إجابتك كانت شديدة جدا دلالة أنك متمرس طلبا، فهذه معناها أنك كنت تحضر معنا، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب جزيت الجنة، أزم الله خير يا دكتور، أحسن الله عليك أحسن الله عليك أمجد، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، اللهم أمين، رفع الله درجاتكم عنده وجعلكم من أعظم الناس إتقانا للعلم، وأن الله تعالى ينفع بكم الأمة الإسلامية جميعا. أتمنى من الله جل وعلا أن يعني أن أكون
ينتهي بها المقام إلى الانتهاء من هذا فيه وأتوارى جدا تتصدرون أنتم ونسبة الأمر لا تفيد شيئا للإنسان. اللهم يسعنا بوركت يا دكتور نادى أحسن الله إليك. مبتدئة مش ممكن لا أنا آسف أنا لا أشكك في الكلام استغفر الله أصدق إن شاء الله، لكن الإجابة التي أتتني في عضل المسألة إجابة متمرس مش ممكن تكون مبتدئ. هنا التاء هنا تاء مرفوضة خلاص انتهى الموضوع. يعني حتى لما أرادوا أن يمدحوا في العالم وأرادوا امتلاء علما قالوا فهامة، التاء هذه تاء قاتلة. جيد، يعني إذا كنت مبتدئة الإجابة ما أظهرت الابتداء، ولكن قد يكون للحرص والصدق في الطلب قد يكون ذلك. جزيت الجنة أمين رب العالمين، أمدكم الله بقوته وأنعم عليكم برضاه فأفهمكم وأعلمكم بمرادي ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نخر عمد الله قال إن فتنة الإرجاء أضر على الأمة. الله أكبر، الإرجاء أضر من الخوارج. شوف انظر مش الأفارقة بل الأزارقة. أستاذ أنت شغال مع أي نعم صححتها، الأزارقة هم الخوارج، يعني الخوارج الدكتور تامر. فشوف الإرجاء أسوأ من الخوارج. الخوارج يضيقون على الناس حتى يعملوا، إنما هؤلاء انسلخوا من كل العمل، فالإرجاء أشد من الخوارج. ربي يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا أستاذ التأسيس والتأصيل. الله يرضى عنك أنيس، أحبك الله الإحسان فيه. يا ربي أنا الذي أقول بذلك، جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.